العلم. خليل خلاص خلاص خليل روق. شيماء نامت؟ ايه. يلا روحي لعندها لتقومي تفيقي. طيب يلا. لا تحكي، مهما تحاولي صرت بين ايدي. طلعي فيني، قلت لك رح دفعك تمن كل شيء عم تعمليه. ما قلت لك ما رح تخلصي مني؟ استهونتوا فيني. عرفتي هلا مين انا؟ عرفتي هلا اني اقوى من هداك الحقير؟ ما هيك؟ شو رايك؟ قدر يحميكي شيء؟ هيا اخذتك من بيته. وينه؟ خليه خلصك هلا اذا قدر يخلصك. فكرك بلاقيكي ما؟ شفتي كيف لقيتك؟ عطول وراكي، راقبت كل خطوه لإلك، كل نفس تنفستي، ولا لحظه رحتي من بالي. أنا ما حبيت غيرك يا أمير. مصطفى مصطفى، أخذ لي الذهبات والمصاري كمان. أما مرتي عمي أحلام ما رح ياخدها. مصطفى أمر بردت. قلت لك روحي الى هلا هون عم بستناك. تعا نلعي بسرعة بسرعة. هدول الوراء اللي عنا، سجل عدلي ونسخة عن الهوية، هدول الأوراق اللي عطتنا إياهم. باعتبار اشتغلتوا سوا لفترة، حابة تقولي لي شيء؟ كان كتير طيب، يعني ما بعرف، لما قلت لي إنه مجرم كتير فاجأتني، ما عم صدق. مو واحد، قاتل ثلاثة. نحن شو بيعرفنا؟ كان على طول ساكت وهادي، مرحبا أهلي، جلي جليات، أشر البطاطا، يعني هيك ما في أكتر. الحقيقة أنا مستغرب كمان.